بسم الله الرحمن الرحيم. في الجزء الأول من هاي المحاضرة تكلمنا كيف الانترال فورمولا ممكن تعمل سبليمنتيشن أو أنها تستبدل الكونفنشنال دايت أو اللي هو الطعام التقليدي عند المرضى. طبعا الانترال فورمولا ما بنقدر نستخدمها لما يكون في عندي ضعف في وظائف القناة الهضمية، وبالتالي لابد ان نقابل الاحتياجات التغذويه للمريض عن طريق اللي هو الوريد او اللي هو انتروفينوسلي. طبعا هذا بيعتبر او الخيار اللي هو الانتروفينوس نيوتريشن سبورت ممكن يعتبر لايف سيفنج، وخاصه في المرضى اللي في عندهم اللي هو كريتيكال ال بيرسون اور كريتيكال ال بيشنت، المرضى اللي بيتطلبوا اللي هو العنايه الفائقه والعنايه المركزه. طبعا في البارنتال نيوتريشن هذا يعتبر اللي هو البروسيجر يعتبر كوستلي، يعني اكسبنسيف، مكلف. ايضا ممكن يكون اللي هو مصدر عدد من الكومبليكيشن اللي تعتبر خطيره في حاله الامر. لكن زي ما حكينا انه افضل شيء لما يكون في عندي وظائف القناه الهضميه شغاله او في عندي فانكشنال جي اي تي، الافضل انه نستخدم او نلجا للانترال نيوتريشن سبورت افضل من البارنترال نيوتريشن سبورت. طبعا مين هم الكانديديتس فور بارنتال نيوتريشن او المرشحين انه نلجا معاهم او نستخدم معاهم البارنتال نيوتريشن؟ طبعا ممكن تكون ريكومندد للبيشنت اللي ما فيش في عنده وظائف للقناه الهضميه، يعني ما فيش في عنده وظائف كافيه في القناه الهضميه، سواء كان في عنده اللي هو مال نورشمنت، يعني عنده سوء تغذيه، او يعني لايكلي تو بيكم مال نورش، يعني تقريبا محتمل انه يصاب بسوء التغذيه. كمان شغله البارنتال نيوتريشن سبورت يعتبر مفيد لما تكون عندي استخدام القناه الهضميه ممكن يعمل ضرر للمريض نفسه، يعني على سبيل المثال لما يكون في عندي اللي هو سيفير تيشو دامج، ضرر يعني حاد في سمول انتستين، والضرر هذا بيتطلب انه الامعاء تاخذ اللي هو راحه فتره من الزمن، فبالتالي احنا بنلجا الى استخدام البارنتال نيوتريشن او التغذيه الوردية. However, the following conditions are often considered candidate for parenteral nutrition support. على سبيل المثال في عندي intestinal obstruction or fistula، لما يكون في عند المريض هو انسداد في الأمعاء، لما يكون في عند المريض paralytic ileus بمعنى اللي هو intestinal paralysis، شلل في القناة الهضمية، لما يكون في عنده short bowel syndrome اللي هو عبارة عن إيش؟ هو عبارة عن إزالة جزء يعني كبير من السمول انتستين، هذا بيتطلب انه ياخذ بارنترال نيوتريشن. لما يكون في عنده انتراكتبل فوميتنج او دايريا، يعني في عنده اللي هو تقيؤ او في عنده اسهال حاد ما بيستجيب للعلاج الدوائي، فبيتطلب انه يكون في عندي اللي هو ريليف او راحه للقناه الهضميه. سيفير بانكريتايتس، التهاب حاد في البنكرياس، بون مارو ترانسبلانت، زراعه نخاع العظم برضه بيتطلب اللي هو بارنترال نيوتريشن. سيفير مال نورش مال نيوتريشن، سوء تغذية الحاد بحيث انه المريض ما بيكونش اللي هو بيتحمل او قادر انه يتناول الانتر نيوتريشن او ياخذها عن طريق القناة الهضمية. الان وقت ما يتخذ القرار باعطاء المريض التغذية الوردية او البارنتال نيوتريشن، لابد انه نحدد الاكسس سايت اللي هو بنسميه الفينوس اكسس، اللي هو طريق الوصول للوريد. طبعا في البارنتال نيوتريشن الاكسس سايت او الاكسس فين بيقع ضمن اللي هو تو مين كاتيجوريز، فئتين رئيسيتين. ممكن احنا نوصل النيوتريانت عن طريق البريفرال فين اللي هو الاورده الطرفيه، اللي هي على سبيل المثال اللي هو فينز اوف ذا ارمز اند ليجز، اللي هو الاورده تبعه اليد او حتى اللي هو الرجل. في بعض الأحيان ممكن إحنا نضطر إلى استخدام أوردة يعني الدايمتر تبعها أكبر، القطر تبعها أكبر، اللي إحنا نسميها Central Vein، الأوردة المركزية اللي هي تقع تقريبا في القرب من عضلة القلب. الجزء الأول عندي هان Peripheral Parenteral Nutrition أو اختصارا PBN، Peripheral Parenteral Nutrition. في البريفرال بارنتال نيوتريشن النيوترينت نيدز ممكن احنا نقابلها عن طريق اللي هو استخدام البريفرال فينز او الاورده الطرفيه، لكن ناخذ بالنا ان البريفرال فينز ممكن يصير لها دامج او تتضرر عن طريق اللي هو استخدام الكونسنتريتد سوليوشنز، المحاليل المركزه،
وهذا بيظهر على شكل هو فليبايتس اللي هو التهاب في الأوردة. طبعا اللي هو التهاب الوريد اللي هو مكان الحقن أو مكان الإعطاء بيكون على شكل هو احمرار أو حتى سولينج انتفاخ، وممكن يكون تندرنس يعني مؤلم في مكان اللي هو الانفيوجن أو مكان الإعطاء. طبعا عشان نمنع الفليبايتس أو نحاول نقلل من حدوث الفليبايتس لابد تكون اللي هو الأزمولاريتي تركيز المحلول تبع البريفرال سوليوشن أقل من 900 ملي أزمولز، أقل من 900 ملي أزمولز لكل لتر من هذا المحلول. طبعا ناخد بالنا انه هاي التراكيز نوعا ما بتقلل قدره البريفرال بارنترال نيوتريشن على تزويد المريض بالكميات الكافيه من الطاقه وايضا البروتينات اللي هي موجوده في المحلول. يعني احنا كل ما قللنا التركيز حتقل عندي كميه سعرات الحرير هقدر اوصلها، وحتى برضه البروتينات اللي بتكون موجوده عندي داخل هذا المحلول. عشان هيك احنا بنقول انه البريفرال بارنترال نيوتريشن اور البي بي ان هذه بنخليها فقط للبيشنتس اللي بتكون احتياجاتهم من النيوتريشن سبورت يعني قصيره نوعا ما، تقريبا من 7 إلى 10 أيام، وايضا اللي هم بيكونش عندهم هاي نيوتريانت نيدز اور فلويد ريستريكشن، ما بيكونش عندهم لو احتياجات عاليه من النيوتريانت ولا حتى فلويد ريستريكشن. ايش يعني فلويد ريستريكشن؟ يعني ما بينفعش انه يكون عنده اللي هو كميات السوائل محدوده. ليش؟ لانه كل ما قللت كميه السوائل كل ما زاد عندي تركيز المحلول، وبالتالي حيكون في عندي عرضه للفليبايتس. طبعا في بعض الاحيان ممكن يكون عندي البريفرال فين از تو ويك تو توليريت ذا بروسيجر، يعني بيكون عندي ضعيف جدا انه يتحمل البريفرال بارنتال روتيشن. هاي احنا بنضطر في بعض الاحيان الى عمليه اللي هو روتيشن، يعني انا ابدل مع الاورده مره في اليد مره في الرجل مره بالايد الثانيه، بحيث انه احنا نحاول نقلل قدر المستطاع انه نحدث ضرر في الاورده المستخدمه في التغذيه الوريديه. الان النوع الثاني من الفينس اكسس بنسميه توتال بارنتال نيوتريشن، يعني معظم المرضى ممكن احنا نقابل احتياجاتهم التغذويه عن طريق لو استخدام اورده اكبر بالحجم، اورده مركزيه بحيث انه الدم بيكون فيها نوعا ما كميه التدفق تبعته اكبر، وبالتالي ما فيش في عندي اللي هو يعني تقييد من ناحيه هو النيوترينت كونسنتريشن، فيش في عندي يعني تقييد لتركيز النيوترينت عندي بالسوليوشن. عشان الطريقه هذه ممكن تقابل الاحتياجات كلها تبعت النيوترينت ريكويرمنت سميناها توتال بارنترال نيوتريشن. ليش سميناها توتال بارنترال نيوتريشن؟ لانه عن طريق استخدام سنترال فين ممكن احنا نقابل كل الاحتياجات تبعت او احتياجات التغذيه تبعت المريض. طبعا السنترال فينز اللي احنا بنستخدمها بتقع على مقربه من عضله القلب، بحيث انه بيكون عندي هان كميه كبيره جدا من الدم بتتحرك بصوره سريعه، وبالتالي بيكون في عندي اللي هو عمليه تخفيف للبرنترال سوليوشن بصوره سريعه جدا، معناته انه ممكن انا اوصل كميات كبيره وكميات مركزه من النيوتريانت، بحيث لو كان المريض احتياجاته التغذيه عاليه او حتى في عنده فلويد ريستريكشن، هذا ما بخاف من امكانيه اللي هو اعطاء محاليل مركزه، لانه الدم هنا عندي بيضخ بكميات كبيره وبالتالي بيضخ بسرعه، في امكانيه عندي للتخفيف بصوره سريعه جدا. التوتال بارنتال نيوتريشن برضه بنلاقيها تفضل للمرضى اللي يعني بنسميها اللي هو ريكوايرنج لونج تيرم بارنتال نيوتريشن، يعني بدهم يستخدموا البارنتال نيوتريشن لفتره زمنيه طويله، بنلاقي التوتال بارنتال نيوتريشن او استخدام السنترال فينز بنلاقي افضل في هاي الحاله. الان في عندي اكثر من طريقه عشان نوصل فيها للسنترال فين. ممكن في بعض الاحيان انه انا استخدم اللي هو الكاثيتر او القسطره، تمام، بيتم ادخالها للسنترال فين مباشره في هذا اللي هو الوريد اللي قطره كبير، او حتى ممكن انا اوصلها للسنترال فين عن طريق بريفرال فين اللي هو وريد طرفي. على سبيل المثال زي ما هنشوف الان عندي في اللي هو الشكل التالي، هاد اللي هو ادخال الكاثيتر او القسطره مباشره في السنترال فين، تمام، اللي هو عباره عن ايش، بليسمنت اوف سنترال كاثيتر انتو ذا سيركيوليشن، بنلاقيها في الرايت سبكلافيال فين، رايت سبكلافيال فين، هنا بنحطها مباشره اللي هو الكاثيتر، وبتوصل مباشره بالقرب من عضله القلب بحيث انه بيكون عندي ضخ الدم كميه كبيره، تمام. الان
في بعض الأحيان ممكن أنا أدخل برضو اللي هو التوتال برينتال ريتوشن، أوصل للسنترال فين عن طريق اللي هو البريفرال فين. تمام، إذا في عندي تو ويز، يا إما مباشرة بحطها في السنترال فين اللي هو السب كليفيان فين، أو ممكن أنا أحطها إيش بريفرالي في البريفرال فين، لكن أدخل اللي هو الكاثتر وأمد اللي هو الأنبوب لحد ما يوصل للسنترال فين. كلا الحالتين أنا ممكن أستخدمها، وبالتالي ما فيش في عندي أي مشكلة في الوصول للوريد ذو الحجم الكبير. الآن بالنسبة للبارنتال سوليوشنز اللي احنا بنعطيها في البارنتال نيوتريشن، الفارماسيست اللي موجود داخل هو القسم العناية التغذوية أو في المؤسسة هو المسؤول عن عملية تحضير البارنتال سوليوشن. تمام، الصيدلي هو المسؤول عن عملية هو الكستمايزيشن اوف ذا فورمولا، يعني عملية هو تخصيص السوليوشن أو تخصيص اللي هو التركيبة بحيث أنها تقابل الاحتياجات التغذوية ل المريض. وبرضه لانه اللي هو هاي السوليوشنز هاي المحاليل اللي هو الفتره الاكسباير تبعها او الشلف لايف تبعتها بنلاقيها قصيره جدا. اذا الفارماسيست او الصيدلي هو المسؤول عن عمليه البريبريشن او اللي هو التحضير تبع البارنتال سوليوشن. مين المسؤول عن الاوردر تبع البارنتال سوليوشن؟ هو عباره عن الطبيب، يعني الطبيب هو اللي بيوصف الوصفه او الروشته او الاوردر، وبيطلب من اللي هو الفارماسيست انه يعمل عمليه التحضير. طبعا البريبريشنز هذه تبعت البارنتال سوليوشن ار هايلي individualized. كيف يعني؟ يعني ما فيش في عندي وان سوليوشن فيتس اول، ما بينفع وان سوليوشن يكفي له اللي هو جميع المرضى بمختلف اللي هو الامراض او الاحتياجات. ليش؟ لانه انا في عندي الاحتياجات التغذويه خاصه بكل مريض، وايضا لنفس المريض لابد انه النيوترينت نيدز لها ريكالكوليشن بشكل يومي، بحيث انه يتم متابعه الحاله الصحيه للمريض لحد ما يصير في عند اللي هو ستيبل كونديشن او استقرار للحاله المرضيه تبعته. كمان شغله، لانه الفورمولا هذه بتنعطى اي في او انترافينوس، لابد انها تعطى بشكل سيف تو انجكت، يعني شكل امن لانها تحقن مباشره في مجرى الدم. ومش كل اللي هو الاشكال او مش كل الادويه بينفع تنحقا مباشرة في الوريد. لو جينا للبرنتر سوليوشن شفنا ايش اللي هو المحتويات تبعتها. طبعا اول محتوى عندي هو من الامينو اسيدز. برنتر سوليوشن مفترض انها تحتوي على all essential amino acids، كل اللي هو الاحماض الامينية الاساسية، وايضا كومباينيشن بيختلف من اللي هو non essential amino acids. الكونسنتريشن تبع الامينو اسيدز في البرنتر الفورمي بترى وحسب احتياجات المريض او حسب الكونديشن اللي عندنا ممكن من 3-3.5 لحديد 15 أو 20%. طبعا لما أقول إنه هو 3% معناته إنه كل 100 مل من هذا السوليوشن بيعطيني 3 جرام، لما أقول 20% معناته إنه كل 100 مل من هذا السوليوشن بيعطيني 20 جرام من الأمينو أسيد. طبعا the more concentrated solutions are used only for total parenteral nutrition، يعني كل ما زاد عندي اللي هو تركيز الامينو اسيد في الفورمولا كل ما كان هذا فقط مخصص لمين؟ مخصص للتوتال parenteral nutrition. لانه احنا حكينا احنا في البريفرال نيوتريشن او البريفرال parenteral nutrition بينفعش اعطي محاليل مركزه بشكل اساسي. طبعا قديش بتعطيني اللي هو السوليوشن هذا من الامينو اسيد؟ سعرات حراريه او كالوريز زي اللي هو الريجولار فود عادي، يعني الامينو اسيد بتعطيني اللي هو 4 كيلو كالوريز بير جرام، كل جرام من الامينو اسيد من المحلول تبع الامينو اسيد بيعطيني اللي هو 4 كيلو كالوريز. طبعا في عندي كوكتيل يعني مخصوص اللي هو سبيسيفيك ديزيز او سبيسيفيك كونديشن بسميه ديزيز سبيسيفيك امينو اسيدز، هذه بنلاقيها موجوده للمرضى اللي في عندهم اللي هو ليفر ديزيز، في عندهم رينال ديزيز او كيدني ديزيز، وفي عندهم ميتابوليك ستريس. الآن شو بالنسبة للكربوهيدرات؟ طبعا عندي الجلوكوز هو عبارة عن المصدر الرئيسي للسعرات الحرارية في البارنتال سوليوشن. طبعا الجلوكوز هان عندي بيعطى على شكل ديكستروز مونوهيدرات، ديكستروز مونوهيدرات اللي هو عبارة عن ايش؟ هو عبارة عن كل جلوكوز مولكيول اسوشيتد وذ سنجل ووتر مولكيول، يعني كل جزء من الجلوكوز مرتبط مع اللي هو جزء واحد من الماء. طبعا بالنسبه للسعرات الحراريه الدكستروز مونوهيدريت بيعطيني تقريبا 3.4 كيلو كالوريز بير جرام، اقل من البيور جلوكوز. البيور جلوكوز بيعطيني قد ايش؟ بيعطيني 4 كيلو كالوريز.
بينما الدكستروز مونو هيدريت بيعطيني 3.4 كيلو كالوريز بير جرام. الآن يعني ممكن عندي يكون اللي هو الدكستروز سوليوشن ممكن تكون موجودة ما بين تركيز 2.5 لحديد 70%، زي ما احنا عارفين انه معناته لما اقول 10% دكستروز سوليوشن معناته انه 10 جرام من الدكستروز مونوهيدريت موجودة في قديش؟ موجودة في 100 ملي من السوليوشن. الآن لما يكون المحلول تركيزه أعلى من 12.5% من الكربوهيدرات طبعا هذا ما بينعطاش إلا بالتوتال بارنترال نيوتريشن، لأنه هذا يعتبر كونسنتريتد زي ما حكينا كمان مرة إنه في البريفرال بارنترال نيوتريشن بينفعش أعطي غير محاليل مخففة. تمام؟ الآن في توتال بارنترال نيوتريشن أو البارنترال نيوتريشن بشكل عام الدكستروز كونسنتريشن بيرمز له بالرمز دي، تمام، متبوعا بتركيزه في الماء او حتى تركيزه في النورمال سلاين. بمعنى لما بدي احكي دي 5W معناته في عندي قديش 5% دكستروز ان ووتر، لما بدي احكي دي 5NS معناته 5% دكستروز ان نورمال سلاين او اللي هو موجود في المحلول الملحي. هذا اللي هو عبارة عن ايش؟ هو عبارة عن كيف كتابة تركيز الدكستروز سوليوشن سواء كان في المية او حتى في النورمال سلاين. الان بالنسبة ل ليبيد كونتنت اوف بارنترال سوليوشن او بارنترال نيوتريشن سبورت، هي بتعطى على شكل ليبيد ايفالجن. الايفالجن هو عبارة عن مستحلب يعني قطرات صغيرة من الدهون موجودة في وسط مائي. طبعا الليبيد ايفالجن هذا بيعطيني او بيزود المريض بالاسينشال فاتي اسيدز اللي هو الاحماض الدهنية الأساسية، وهي تعتبر أساسا مصدر رئيسي للسعرات الحرارية significant source of energy. طبعا الإيمولشن هذا بيحتوي على تريجليسرايد أو دهون ثلاثية بيكون مصادرها بشكل أساسي مصادر نباتية سواء كانت من الصويا بين أو حتى السنفلاور أويل. الفوسفوليبيد اللي هي موجودة عندي بتكون هي عبارة عن emulsifying agent، يعني تعمل اللي هو الزيوت هذه أو الفات على شكل إيمولشن أو على شكل مستحلب. الآن الليبيد ايمولشنز هاي بتكون موجودة بتركيز يا اما 10 20 او حتى 30%، يعني المحلول بيكون تركيز الدهون فيه 10 20 او 30%. الان لو جينا لل 10% ليبيد سوليوشن بيعطيني 1.1 كالوري لكل مل من هذا المحلول. تمام؟ لو جينا للمحلول اللي تركيزه 20% بيعطيني هو 2 calories per ml. لو جينا للمحلول اللي هو تركيزه 3% او 30% عفوا بيعطيني هو 3 calories per ml. اذا هاي هي التراكيز والسعرات الحرارية المقابلة لها. بمعنى لو جينا ل 500 ملليلتر كونتينر من اللي هو الليبيد ايمولشن اللي هو تركيزه 10% قديش بيعطيني؟ بنقول عندي 500 مضروبين في 1.1، تمام، 500 ملي مضروبين في 1.1 بيطلع عندي 550 كالوري. تمام؟ لكن لو قلنا انه ال 500 ملي هذول من محلول تركيزه 20% بيعطيني قديش؟ بيعطيني اللي هو 1000 كالوري. وده هذا بالنسبه للسعرات الحراريه وكيفيه حسابها بالنسبه للمحاليل الدهنيه. اذا كمان مره ال 10% بتعطيني 1.1 كيلو كالوري بير ملي اوف ليبيد سوليوشن، ال 20% بتعطيني قديش؟ بتعطيني اللي هو 2، 30% بيعطيني تقريبا 3 كيلو كالوري بير ميل اوف ليبيد سوليوشن. الان الليبيد ايمولشن هاي لما اعطيها بشكل يومي ممكن تعطيني تقريبا ممكن توفر لي من 20-30% من السعرات الحراريه اللي بيحتاجها المريض. عشان هيك احنا بنقول انه الدهون تعتبر برضه في التوتال بارنتر او في البارنتر نيوتريشن بشكل عام هي عباره عن مصدر للطاقه، وبالتالي بتقلل من احتياجي لكربوهيدرات او الدكترو او الدكستروز كمصدر اساسي للسعرات الحراريه. عشان هيك بنلاحظ انه ممكن انا استخدمها عشان اقلل من احتمال اصابه المريض بالهايبرغليسيميا او ارتفاع مستوى السكر، خاصه عند المرضى اللي بنقول عنهم جلوكوز انتوليرانت اللي ما بيتحملش كميه كبيره من اللي هو الجلوكوز. لكن بالمقابل كميات الليبيدز او الليبيد سوليوشنز لازم اقللها عند المرضى اللي بيكون في عندهم هايبر تريجليسرايديميا، الدهون الثلاثيه عندهم عاليه، وبالتالي لازم اقلل منها قدر المستطاع. الان بالنسبه للفلويدز اند الكترولايتس، طبعا الاحتياج اليومي من السوائل يعني يوجوالي يعني بيكون ضمن رينج معين من 30 ل 40 ملي لكل كيلوغرام من وزن الجسم. هذا بنلاقيه في اليونج ادلت،
في الجزء في الإنسان البالغ تقريبا من 25 إلى 30 ملي لكل كيلوغرام من وزن الجسم. هذول في الناس اللي أعمارهم أكبر من 65، يعني تقريبا خلينا نقول في الأفريج ما بين اللي هو لتر ونص ل 2 لتر ونص لمعظم الأشخاص. طبعا هاي الكميات يفترض أنه يتم تعديلها حسب اللي هو الفلويد لوسز، فلويد لوسز اند هايدريشن اسسمنت، يعني بنعمل عمليه تقييم اللي هو محتويات الجسم من السوائل، وايضا عمليه اللي هو فقدان من السوائل، وبالتالي بيتم تعديل الفلويد حسب احتياجات المريض. طبعا هذا بيكون شكل الليبيد ايمولشن اللي بينعطى في البرنترال سوليوشن. هو عباره عن ايش؟ هو عباره عن شكله زي الوايت ميلك، الحليب الابيض، لانه هو مش كلير سوليوشن، مش سائل صافي، هو عبارة عن مستحلب من الدهون موجودة في الوسط المائي. الآن بالنسبة للإلكترولايتس اللي هي ممكن يتم إضافتها للبارنتال سوليوشن، هي عبارة عن إيش؟ إلكترولايتس زي اللي هو الصوديوم، بوتاسيوم، كلورايد، كالسيوم، مغنيسيوم، أند فوسفيت. طبعا كمية الإلكترولايتس في البارنتال سوليوشن بتختلف حسب اللي هو الاحتياجات، وأيضا بتختلف عن اللي هو دايتري ريكومندد انتيك او قيم اللي هو الدي ار ايز للنورمال بيبل، اللي هو الاشخاص العاديين. في الدي ار ايز للاشخاص العاديين حنلاقيها اعلى من اللي هو القيم هذه في البرنترال سوليوشن. ليز لانه في البرنترال سوليوشن النيوترينت هاي بيتم عمليه اللي هو الانفيوجن او الحقن تبعها بشكل مباشر في الدم، وليست عرضة للفقدان عن طريق اللي هو الهضم وعملية الامتصاص. عشان هيك بنلاحظ انه الدي ار ايز تبعت البرنترال سوليوشنز بالنسبة للالكترولايت اقل من الدي ار ايز تبعت النورمال بيبول اللي هو بياخدوها اورال عن طريق الفم. عشان هيك احنا ممكن نعمل عملية اللي هو تقدير للالكترولايت بما يسمى الميلي اكويفالنت، ميلي اكويفالنت وليس بالمليغرام. الميلي اكويفالنت اللي هو بيتم عن طريق حساب الالكترولايت كونتنت او محتوى الالكترولايت في البارنتال سوليوشن، هو عبارة عن ايش؟ هو عبارة عن وحدة بتدل على عدد الشحنات الأيونية اللي بيتم إعطاها بهذا الإلكترولايت. عشان هيك يفترض احنا لما نقول ان البرنتر سوليوشن يعتبر نيوترال يعني متعادل، فبالتالي اللي هو بيحتوي على كميات متساوية من البوزيتيف اند نيجاتيف تشارجز. لو بدنا نضرب مثال بسيط جدا انه الملي اكويفالنت كيف بيتم حسابها، بيتم حسابها عن طريق اللي هو قسمة الموليكولار ويت او الوزن الجزيئي للإلكترولايت على عدد شحناته او التكافؤ تبعه. بمعنى على سبيل المثال الكالسيوم الموليكولر ويت تبعه 40، وهو عبارة عن ايش؟ شحنة ثنائية موجبة، فبالتالي بنقول انه 40 تقسيم 2 بيطلع 20. اذا ال 1 ملي اكويفالنت اوف كالسيوم يكافئ ايش؟ يكافئ 20 ملي جرام اوف كالسيوم. هيك بتصير الحسبة. إذا الملي اكويفالنت هو عبارة عن ايش؟ هو عبارة عن قسمة الموليكولر ويت على عدد الشحنات تبعت هذا الالكترولايت. الكالسيوم الموليكولر ويت تبعه 40 وشحناته 2، إذا 40 تقسيم 2 بتساوي 20. ايش يعني؟ يعني ال 1 ملي اكويفالنت اوف كالسيوم يكافئ او يساوي 20 ملي جرام. طيب جينا للصوديوم، الصوديوم الموليكولر ويت تبعه 23، تكافؤه 1 موجب 1. إذا بنقول إن الملي اكويفالنت تبع الصوديوم يساوي ايش؟ يساوي 23 ملي جرام اوف صوديوم. تمام، هذه بالنسبة لعملية التحويل. بالنسبة للفيتامينز اند تريس مينرالز، في الغالب all the vitamins are usually included، يعني كل الفيتامينات ممكن احنا نحطها في البارنترال سوليوشنز. يعني نوعا ما في بعض الأحيان ممكن يكون في عندي preparations من البرنتر سوليوشن ما بتحتوي على فيتامين كي. ليش؟ لأن فيتامين كي بيعمل اللي هو انتاجونيزم أو بيضاد الناس اللي بياخدوا اللي هو الورفرين أو الكوميدين اللي هو بيستخدم لسيولة الدم أو زيادة سيولة الدم، وبالتالي الفيتامين كي بيشتغل كانتاجونيست. عشان هيك هدول الناس اللي بيستخدموا الورفرين بنعطيهم فورمولا ما بتحتوي على فيتامين كي، عشان هيك بنعمل عملية اللي هو restriction. بالنسبة للتريس مينرالز اللي احنا ممكن نحطها في البرنتر سوليوشن، ممكن نحط له زنك، كابر، كروميوم، سيلينيوم، مانجانيز، هذه ممكن كلها تضاف مع البرنتر سوليوشن.
بالنسبة للحديد في معظم الأحيان بنعمل له اكسكلوجن، ما بنحطه مع اللي هو السوليوشن تبع البرنترال ادمنستريشن، لأنه نوعا ما بيأثر على الاستابيليتي، بيأثر على ثباتية اللي هو كل المكونات الأخرى في الميكسشر تبع البرنترال سوليوشن. عشان هيك الناس اللي بيكون في عندهم احتياجات من الايرون او الحديد بيتم اللي هو عملية الحقن تبعها بشكل منفصل بعيدا عن البرنترال سوليوشن اللي عندي. بالنسبة ل other medications او الأدوية الأخرى اللي احنا ممكن يحتاجها المريض حسب الحالة تبعته، ممكن احنا نحط اللي هو الدراج هذا مباشرة في البرنترال سوليوشن، او حتى ممكن نعمل له انفيوجن او عملية اللي هو انجكشن عن طريق اللي هو طريق مختلف اللي هو بنسميه اللي هو البيجي باك او بنسميه السيبرت بورت كاثيتر. يعني ممكن احنا نحطه مباشرة في المحلول، او ممكن نعمل عملية اللي هو الحقن في مكان اخر بس عن طريق نفس اللي هو الفين اللي بنحط داخله التوتال بارنترال انتوشن او البارنترال انتوشن. على سبيل المثال الانسولين في بعض الاحيان ممكن اللي هو يتم وضعه في البيجي باك هذا اللي هو سيبريت بورت او مدخل منفصل مع نفس اللي هو التيوب اللي بيدخل للفين، بالتالي بيحسن من الجلوكوز توليرانس او بحسن من استجابه الجسم للجلوكوز. وفي بعض الاحيان ممكن هو بعض من الادويه يتم اضافتها زي ما حكينا للبرنترال سوليوشن، لكن نوعا ما قليل هاي الادويه عشان نحاول نمنع قدر المستطاع اللي هو تداخل ما بين الدراج والميوتينت اللي ممكن تحصل عندي داخل هذا السوليوشن. الان بالنسبه للبرنترال فورميليشن، لما يحتوي عندي البرنترال سوليوشن على الدكستروز والامينو اسيد والليبيدز في نفس اللي هو السوليوشن بنسميها توتال نيوتريانت ادميكستشر او TNA، او ممكن نسميها 3 in 1 solution، او حتى ممكن نسميها all in 1 solution. يعني هو عباره عن ايش؟ بيحتوي على الدكستروز امينو اسيد اند ليبيدز كلهم in 1 solution بنسميها total nutrient admixture اختصارا TNA. لما يكون عندي البرنترال فورميليشن بيحتوي على just 2 in 1 solution اللي هم عباره عن ايش؟ هم عباره عن دكستروز اند امينو اسيد. طب وش بيصير عندي بالدهون؟ الدهون انا والليبز بعمل اكسكلوجن، بشيلها من هذا المحلول وبيتم اعطائها بشكل منفصل يعني administered separately. الان في التوتال نيوترال اد ميكسرز بنلاقيه اسهل نوعا ما، ليش؟ لانهم كلهم بينعطوا عن طريق اللي هو انفيوجن بامب واحده، بينما اضافه الليبيد ايمولشن للسوليوشن بنلاقيه نوعا ما بيقلل من الاستابيليتي او بيقلل من ثباتيه المحلول، وهذا نوعا ما بلاقيه مشكله عندي في عمليه اللي هو تحضير التوتال نيوترينت ادميكتشرز، لانها ممكن تقلل من الثباتيه تبعتها، وبالتالي يفضل اعطائها في بعض الاحيان بشكل منفصل اللي هو في 2 ان 1 سوليوشن. عشان هيك بنلاقي الدهون زي ما حكينا بيتم اعطائها او تزويدها في شكل منفصل عن المحلول لما ما تكونش هي المصدر الاساسي عندي للسعرات الحراريه في التوتال بارنتال نيوتريشن، او لما اكون انا فقط معطيها عشان فقط ازود الجسم بالاسينشال فاتي اسيدز. طيب بالنسبه للاوزمولاريتي تبعت البارنترال سوليوشن، زي ما حكينا هان عندي الاوزمولاريتي انا باخذها بعين الاختبار بعين الاعتبار لما اتكلم عن البريفيرال بارنترال نيوتريشن، لانه زي ما حكينا انه الاوزمولاريتي يفترض انها تكون فقط مش اكثر من 900 ملي اوزمول لكل لتر، لانه البريفيرال فين ار سنسيتيف يعني حساسه للتركيز العاليه، بينما التوتال بارنتال نيوتريشن هان عندي تتحمل اللي هو النيوتريان دنس، وبالتالي ما فيش في عندي مشكله في الاستخدام. الان مين هم المكونات تبعت السوليوشن اللي بتؤثر في الاوزمولاريتي؟ هي عباره عن الامينو اسيدز الدكستروز والالكترولايت، هذول هم اللي بياثروا على الاوزمولاريتي، بمعنى كل ما كان الكونسنتريشن تبع هذول النيوتريانتس اعلى كل ما كان عندي الاوزمولاريتي اعلى، وبالتالي يفضل انه انا استخدم او الجا انه انا استخدم التوتال بارنترال نيوتريشن. بينما الدهون هان بنلاقيها ما بتاثر بشكل كبير او ما بتساهم في الاوزمولاريتي، عشان هيك احنا بنروح نستخدم الليبيد ايمولشن عشان نزيد السعرات الحراريه اللي ممكن نقدمها للمريض في البريفرال بارنترال نيوتريشن لما يكون عندي هان تركيز للنيوتريانت وبالاخص الدكستروز قليل جدا عشان نحاول نقلل من الاوزمولاريتي. هل عندي كيف يتم عمليه حساب الماكرو نيوترينت اند انرجي كونتنت اوف بارنترال سوليوشن؟ كيف ممكن انا احسب
المحتوى من الماكرو نيوتريانت ومن السعرات الحرارية اللي بيعطيني سوليوشن معين. على سبيل المثال، لو فرضنا انه في عندي مريض بيتلقى لتر وربع، يعني 1250 ملي لتر من بارنترال سوليوشن. ايش بيحتوي هذا البارنترال سوليوشن؟ بيحتوي على 5% of amino acids، تمام؟ بيحتوي على 30% of dextrose. هذول موجودين في ايش؟ موجودين في 250 ملي من ليبيد ايمالشن تركيزه 20%. كمان مره، انا في عندي لو قديش 1250 ملي من البارنترال سوليوشن بيحتوي 5% امينو اسيد، بيحتوي 30% ديكستروز، وعندي 250 ملي من ليبيد ايمالشن اللي هو التركيز 27%. How many grams of protein carbohydrates is the person receiving and what is the total energy intake for the day. نيجي نحسبها على كل ماكرونيوترينت لحاله. لو بدنا نقول الامينو اسيد، كديش تركيز المحلول عندي 5%. ايش انا 5%؟ حكينا قبل شوي انه 5 جرام لكل 100 مل من المحلول. اذا عندي 5 جرام على 100 مضروبين في الفوليوم الكلي للسوليوشن هو 1250، بيطلع عندي قديش؟ 62.5 جرام من الامينو اسيد. طيب قديش الجرام من الامينو اسيد بيديني؟ بيديني 4 كيلو كالوريز، معناته 250 كيلو كالوري. هاي جايه من وين؟ جايه من المحتوى تبع الامينو اسيد الموجود عندي بالسوليوشن. بالمقابل كربوهيدرات تركيز المحلول عندي 30%، 30% ديكستروز، يعني قديش؟ يعني 30 جرام موجودين في 100 ملي. طب قديش موجود في 1250 ملي؟ بيطلع عندي 375 جرام من الديكستروز، واحنا قلنا انه ال1 جرام من الديكستروز بتعطيني 3.4 كيلو كالوريز، معناته انه 375 بتعطيني 1275 كيلو كالوري. الان بالنسبه للدهون، نتذكر انه المحلول الليبيد ايمالشن اللي تركيزه 20% بيعطيني 2 كيلو كالوريز بير ميل، تمام؟ اذا المريض قلنا بيتلقى 250 ملي من ال 20% ليبيد ايمالشن، معناته اللي هو 250 مضروبين في 2 كيلو كالوري لكل ميل، بيطلع عندي 500 كيلو كالوري. طب قديش التوتال انرجي انتيك؟ بنجمعهم، 250 جايين من الامينو اسيد، 1275 جايين من الكربوهيدرات اللي هو الدكستروز سوليوشن، و500 جايين من الليبيد ايمالشن، بيطلع عندي اللي هو التوتال انرجي انتيك 2025 كيلو كالوري باليوم. الان بالنسبه لعمليه هو الادمنستريشن اوف بارنترال نيوتريشن. طبعا البارنترال نيوتريشن هي عباره عن كومبلكس ميثود، كومبلكس بروسيجر، كومبلكس تريتمنت، وبالتالي بتحتاج نوعا ما مهارات في اكثر من مجال. عشان في معظم المستشفيات بيكون في عندي اللي هو نيوتريشن سبورت تيم، بيتضمن اللي هو الفيزيشن او الطبيب، بيتضمن اللي هو طاقم التمريض، بيتضمن الاخصائي التغذيه، وايضا اللي هو الصيدلي. عملية الانسيرشن فور انتروفينوس كاثيتر، عملية اللي هو ادخال القسطرة الوريدية، بتختلف حسب اللي هو نوع القسطرة او مكانها زي ما حكينا. بالنسبة للبريفرال فين ريبليسمنت اللي هي في البريفرال بارنترال نيوتريشن، هنا ممكن تقوم الممرض في عملية اللي هو بليسمنت اوف ذا كاثيتر، بينما في السنترال فين بليسمنت اللي هي تستخدم في توتال بارنترال نيوتريشن، هاني يفترض انه يكون فقط اللي هو الكواليفايد فيزيشن او الطبيب المؤهل لاجراء هاي العمليه او اجراء عمليه البليسمنت اوف كاثيتر. طبعا المريض في معظم الاحيان ممكن يكون عادي، اويك، صاحي، مستيقظ، ما فيش في عنده اي مشكله. في بعض الاحيان ممكن يعطى اللي هو لوكال انستيتيك او هو تخدير الموضعي بحيث انه يخفف من الالم لعمليه الانسيرشن او عمليه الادخال. برضو مطلوب ان احنا نقلل من الخوف او القلق او التوتر عند المريض قبل اجراء البروسيجرز. عشان هيك احنا بنقول يفترض انه يتم مناقشة البروسيجرز كله مع المريض قبل البداية، بحيث نقلل من اللي هو التوتر تبعه، او نحل او نجيب على اي سؤال بيتعلق بعملية الانسيرشن اوف ذا كاثيتر. الان بالنسبه للبوتنشال كومبليكيشنز اللي هي عباره عن المضاعفات او المشاكل اللي ممكن تكون لها علاقه ب البارنترال نيوتريشن، في عندي مشاكل لها علاقه بالكاثيتر انسيرشن اللي هو ادخال القسطره، وفي عندي برضو مشاكل بتكون لها علاقه باللي هو الميتابوليك
الديستيربنس أو اللي هو الاضطراب عمليات الأيض في جسم الإنسان. من ضمن اللي هو الكاثتر ريليتد ممكن يصير في عنا اللي هو الاير امبوليزم، يعني يصير هو زي ما نقول بعض اللي هو دخول كميات من الهواء داخل الأوردة، ممكن يصير في بلاد كلوتينج، ممكن يصير في عن تجلطات في بداية اللي هو دخول القسطرة إلى داخل الوريد، ممكن يصير في عندنا اللي هو clogging of the catheter، يعني يكون في عندنا انسداد في القسطرة، ممكن يكون في عندنا اللي هو dislodgement of the catheter، يعني الإزاحة أو الانفصال الكاثيتر، improper placement اللي هو وضعها في مكان خاطئ أو غير جيد، ممكن يصير في انفكشن، يعني يصير في عند اللي هو العدوى لانه احنا بنحطها مباشره في الوريد، فليبايت زي ما حكينا التهاب الوريد، ممكن يصير في تيشو انجري او اللي هو ضرر او جرح في نسيج مكان البليسمنت او الادخال. بعض الميتابوليك ديستربنسز او الميتابوليك كومبليكيشن احنا كان الان بالتفصيل، ممكن يكون يصير في عند المريض الكترولايت امبالانس، ممكن يصير عنده جول بلادر ديزيز، هايبرجلايسيميا او هايبوجلايسيميا، هايبرترايجليسرايديميا، ليفر ديزيز، ميتابوليك بون ديزيز، نيوترين ديفيشنسز او ريفيدنج سندروم، حنتحدث عنها بصوره او بشكل مفصل. الان بالنسبه للكاثيتر ريليتد بروبلمز، كيف احنا ممكن نحاول نقلل من احتمال اصابه المريض بهاي الكومبليكيشن اللي لها علاقه بالانسيرشن اوف انترافينوس كاثيترز؟ طبعا عشان نقلل ريسك اوف كومبليكيشنز، يفترض انه اللي بيعطي اللي هو القسطره such as nurse الممرض، يفترض انه يستخدم اللي هو الاسيبتيك تكنيكس، يعني بيستخدم هو مواد مطهره او مواد معقمه في عمليه اللي هو ادخال الكاثيتر. يفترض انه برضه يعمل changing for tubing or changing dressing that covers the catheter، يغير اللي هو الانبوب نفسه التيوب، برضه يعمل يقوم بعمليه اللي هو تغيير الدريسنج او تغيير اللي هو الشاش او القطن اللي بيوضع على مكان اللي هو ادخال القسطره. ناخذ بالنا انه اذا صار في نزيف غير اعتيادي او حتى صار في اللي هو بلل في الدريسنج الغيار او الشاش، معناته انه في عندي مشكله في اللي هو ادخال القسطره. لو صار في عندنا تغير في معدل الانفيوجن او معدل اللي هو دخول السوائل، ممكن نعرف انه هذا دليل على انه صار في عندي كلوج كاثيتر، يعني صار في عندي انسداد في القسطره. اخذ بالي من علامات الانفكشن اللي هي عباره عن ايش؟ عباره عن الاحمرار، عباره عن الالم مكان اللي هو دخول القسطره، او حتى ظهور اللي هو الفيفر او الحمى او ارتفاع الحراره الغير مفسر عند المريض. برضو يفترض انه احنا نعمل روتين انسبكشن، يعني نعمل اللي هو كشف دوري او فحص دوري على اللي هو الاكويبمنتس اللي هو تبعت التوتال بارينتال نيوتريشن، وبرضو نعمل اللي هو متابعه للاعراض تبعت المريض عشان نقلل من احتمال حدوث كومبليكيشن اللي هو بتكون ناتجة من استخدام القسطرة عند المريض. لما نيجي نحكي عن الادمنستريشن اوف بارنترال سوليوشنز، عملية الاعطاء والبداية باعطاء البارنترال سوليوشن، طبعا هاي العملية بنستخدمها كبداية والتطور او الاستمرارية في اعطاء البرينتر سوليوشن بتعتمد بشكل اساسي على حاله المريض اللي عندي واحتمال اصابته بمضاعفات او كومبليكيشن. اذا الادمنستريشن اوف برينتر سوليوشن ذا ميثود يوز تو انيشيت اند ادفانس، يعني الطريقه اللي انا بستخدمها في بدايه الاعطاء والاستمراريه في الاعطاء بتعتمد على البيشنت كونديشن بشكل اساسي واحتمال اصابته بالكومبليكيشن. لكن بعض اللي هو المنهجيات بتقول انه انا ابدا الانفيوجن او ابدا الاعطاء بمعدل بطيء شويه، تمام، ومن ثم ازيد تدريجيا يعني على مدى يوم يومين او ثلاثة ايام، يعني ابدا بمعدل منخفض ازيد باليوم الثاني وازيد باليوم الثالث لحد ما اوصل اللي هو الجول تبعي. على سبيل المثال ممكن احنا في الفيرست 24 اورز من الادمنستريشن اكون اعطي المريض هو 40 ملل لتر في الساعة، يعني ب 24 ساعة بيطلع عندي تقريبا 960 ملليتر، يعني نبدأ ب 40 ملي للساعة، تمام، على 24 ساعة الأولى،
وبعدين بأوصل للحجم اللي أنا بدي إياه أو الجول اللي أنا بدي إياه في اليوم التاني. يعني في اليوم التاني بأزود اللي هو الريت تبع الانفيوجن. طريقة أخرى للإعطاء، بنعطي له كل الحجم اللي هو اللي بدنا إياه في اليوم الأول، لكن يكون إيش، يكون اللي هو diluted solution، يعني يكون عندي تركيز مخفف في اليوم الأول. في اليوم الثاني بنبدأ نزود الكونسنتريشن أو نزود التركيز حسب اللي هو قدرة احتمال المريض. يعني في عندي أكثر من ابروتش، لكن اللي هو يعني الأفضل إنه أنا أبدأ يا إما بمعدل منخفض يا إما بتركيز مخفف في اليوم الأول، وأبدأ أزود يا إما الريت المعدل أو اللي هو الكونسنتريشن في اليوم الثاني حسب احتياج أو قدرة المريض على التحول. الآن البنترال سوليوشن ممكن يصير لها انفيوجن يا اما كونتينيوسلي، وهذا بنسميه اللي هو كونتينيوس بارنترال نيوتريشن، يا اما يتنعطى على شكل بيريودز، وهي بنسميها سايكليك بارنترال نيوتريشن. اذا الادمنستريشن عندي يا اما بيكون كونتينيوس يا اما بيكون سايكليك بارنترال نيوتريشن. في الكونتينيوس بارنترال نيوتريشن اللي هو عباره عن اعطاء البارنترال سوليوشن يعني كونتينيوسلي اوفر 24 اورز، يعني بيكون في عندي الانفيوجن او عمليه اللي هو الدخول السوليوشن هذا عبر الوريد بشكل مستمر طول ال 24 ساعة. وهذا النوع من الأنواع بيتم التعامل أو إعطائه للمرضى اللي هو بنسميهم critically ill patient، المرضى اللي هو الحالات الحرجة، أو حتى اللي هو المرضى اللي في عندهم مال نورشمنت اللي ما بيقدروش ياخذوا كميات كافية من السوليوشنز في فترات زمنية قصيرة. هذول بنعطيهم ايش قلنا؟ بنعطيهم الكونتينيوس بارنترال نيوتريشن. بالمقابل في السايكليك بارنترال نيوتريشن، سايكليك يعني ايش؟ على شكل بيريودز، البارنترال سوليوشن هان بصير لها انفيوجن لفتره من 10 ل 16 ساعه فقط في اليوم، تمام؟ عشان هيك احنا في الغالب بتعطى فتره النوم اللي هو بيكون البيشنت عندي يعني نايم مستقر ساكن يعني في مكان معين. وفي الغالب هذول بنعطيهم للناس اللي بيكون عندهم خلال النهار يعني بيطلع بيروح بيجي، وبالتالي بنسهل عليه عملية الانفيوجن أو عملية الإعطاء. هاي الطريقة في السايكليك بارنتال نيوتريشن بنلاقيها مفيدة للناس اللي بياخدوا لونج تيرم بارنتال سبورت، تمام؟ أو اللي هو بياخدوا الانفيوجن بالبيت، يعني خلاص ما فيش عندهم إمكانية إنه ياخد الانترال نيوتريشن سبورت، خلاص بيستمر على البارنترال نيوتريشن سبورت، فبالتالي بيعطوا له اياها فتره 10 ساعات لحديت 16 ساعه مساء، وفتره النهار بنخليه هو يمارس حياته الطبيعيه والروتين اكتيفيتيز تبعته بشكل اعتيادي. في بعض الاحيان ممكن يكون في عندي اللي هو تبديل ما بين التنتين، يعني ممكن المريض يبدا بالكونتينيوس بارنترال نيوتريشن، تمام، هو من ثم بينتقل للسايكليك بارنتال نيوتريشن حسب اللي هو التحسن اللي بيطرأ على الميديكال كونديشنز تبعته. الان متى احنا ممكن نتوقف عن البارنتال نيوتريشن؟ طيب لابد انه يكون لدى المريض ادكويت جي اي فانكشن قبل ما اتوقف عن البارنتال نيوتريشن. يعني اللي بيحدد لي اللي هو وقت التوقف عن التغذية الوردية هو عبارة عن وظائف القناة الهضمية، تمام؟ إذا the patient must have adequate GI function before stopping the parenteral nutrition، يعني أو حتى بدناش نقول هو توقف بشكل مفاجئ، خلينا نقول هو التوقف التدريجي عن parenteral nutrition وبداية اللي هو الانترال nutrition هو التغذية عن طريق القناة الهضمية. الآن خلال الانتقال للأورال فيدينج، الأورال فيدينج ممكن أنا أستخدم combination of the methods، بمعنى أنه البارنترال انفيوجن بقللها بشكل تدريجي، وفي نفس الوقت ببدأ بالتيوب فيدينج أو حتى الأورال فيدينج. يعني مش شرط أنه أنا أتوقف وانقطع عن طريق وأبدأ طريق تاني، لا، ممكن إحنا نبدأ نقلل بالبارنترال نيوتريشن في نفس الوقت اللي أبدأ فيه اللي هو التيوب فيدينج التغذية الأنبوبية أو حتى الأورال فيدينج، بحيث أنه يكون في عندي تو ميثودز ممكن مع بعضهم يزودوا لي اللي هو المريض باحتياجاته من العناصر الغذائية والسعرات الحرارية. طبعا ممكن أنا أتوقف عن البارنتال نيوتريشن لما يكون تقريبا 60-75% من احتياجات المريض ممكن يأخذها بطرق أخرى اللي هي سميناها التيوب فيدينج أو حتى الأورال فيدينج.
الآن لما بدي أبدأ بالأورال فيدينج في الغالب بنبدأ بالموديفايد دايت اللي هي بسميها كلير ليكويدز. كلير ليكويدز هي عبارة عن the first foods offered اللي هي الأول نوع من أنواع اللي هو الطعام أو الأورال فيدينج اللي احنا بنبدأ فيه. تمام؟ اللي هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن الفروت جوسز اللي ما فيش فيها البلب أو ما فيش فيها الحبيبات، السوفت درينكس، الكلير بوث اللي هو الشربات الصافية، كميات بسيطة جدا بنبدأ في إعطائها عشان نحدد اللي هو إمكانية المريض وقدرته على تحمل الأورال فيدينج. بعد هيك ممكن ننتقل إلى نوعا ما كل المشروبات الأخرى والسوليد فودز بشكل تدريجي. ليتر فيدينج ممكن أدخل فيها البيفرجز كلها، السوليد فودز اللي ممكن نوعا ما تعمل لي ديسكومفورت كانت في البداية. إذا ظهرت عندي أعراض في القناة الهضمية ستساز يعني نوزيا، فوميتينج، بلوتينج، تمام، بروح بقلل الأورال فيدينج في اللي هو الحجم والفريكوانسي. كيف يعني؟ يعني في حجم الوجبة وأيضا هو عدد مراتها في اليوم. هل إذا ظهرت أعراض على القناة الهضمية بخليها قليلة حديد ما يصير في عندي أدابتيشن أو تعود في اللي هو القناة الهضمية. زي ما حكينا أنه لحديد ما نوصل من ثلثين إلى ثلاث أرباع النيوترينت نيز أو الاحتياجات التغذوية هذه ممكن تعطى عن طريق القناة الهضمية، ساعتها إحنا بنتوقف عن البرينترال نيوتريشن بشكل أساسي. ممكن نلاحظ أنه في عندي صعوبة في التحول للأورال دايت، تناول الطعام عن طريق الفم، لأنه هان بنلاحظ أنه البيرسونز أبيتايت اللي هو شهية المريض بنلاقيها سبريست أو مثبطة، وبيستمر هو التثبيط أو فقدان الشهية لعدة أسابيع بعد التوقف عن البرينترال نيوتريشن. وهذا هو يعني وجه الصعوبة في عملية الانتقال للأورال دايت، هو فقدان الشهية عند هدول المرضى اللي استمروا في الحصول على البرينتال نيوتريشن لفترات زمنية طويلة. عشان هيك بنلاحظ انه المرضى اللي بياخدوا كونتينيوس برينتال نيوتريشن ممكن نلاحظ يكون في عندهم شهية أفضل خلال اليوم، شهية أفضل خلال اليوم من المرضى اللي خلينا نقول اخذوا سايكليك انفيوجن. سايكليك انفيوجن اللي هو بالاخص كانوا بياخذوها طول الليل او فتره المساء فقط. الناس اللي بياخذوا البرينتال نيوتريشن كونتينوس برينتال نيوتريشن ممكن نلاقيهم لما يتقلوا للاورال دايت الشيء تبعتهم بتكون افضل من الناس اللي تعودوا على السايكليك برينترال نيوتريشن. طيب زي ما حكينا بالنسبة للكومبليكيشنز اللي ممكن تنشأ من استخدام البرينتال نيوتريشن، حكينا الجزء الأول اللي هو الكاثيتر ريليتد، كاثيتر ريليتد كومبليكيشنز. اليوم والآن حنحكي عن الميتابوليك كومبليكيشنز. أول ميتابوليك كومبليكيشن عندي هو عبارة عن الهايبر جلايسيميا. هايبر جلايسيميا، الهايبر جلايسيميا بنلاحظها أنها ممكن تصير في المرضى اللي بنقول عنهم جلوكوز انتوليرانت. جلوكوز انتوليرانت يعني ما بيتحملوش كميات كبيرة من الجلوكوز، او اللي بيكون في عندهم ميتابوليك ستريس عالي جدا. ممكن انا احاول اتغلب على الهايبرجلايسيميا او امنعها عن طريق اللي هو اعطاء الانسولين مع البرينترال سوليوشن، او عن طريق اللي هو تقليل كميات الدكستروز في السوليوشن. اذا الهايبرجلايسيميا كيف انا بدي اعملها مانجمنت؟ بحط الانسولين مع البرينترال سوليوشن او بقلل من كميات الدكستروز اللي موجوده عندي في السوليوشن. بمعنى الناس اللي ممكن يكون عرضة للهايبرغليسيميا الدكستروز بخليه أقل من 5 ميلي جرام للكيلو جرام في الدقيقة عند هدول الأشخاص. طيب بالمقابل لو كان المريض ممكن يصير في عنده هايبوغليسيميا، هايبوغليسيميا مع أنه نادرة الحدوث لكن ممكن لقيها بتحصل لما يكون في عندي انقطاع مفاجئ للبرينترال نيوتريشن، يعني صار في عندي انتروبشن أو ديسكونتينيويشن، أو بتكون ناتجة من إعطاء كميات زائدة من الانسولين، كميات زائده من الانسولين. كيف نتغلب عليها او نقلل من امكانيه حدوثها؟ بنروح بنعطي انفيوجن ل 10% دكستروز سوليوشن مع نفس اللي هو ذا سيم تايم ذا برينتال نيوتريشن انتربتد اور ستوبت، يعني وقت ما يصير في عندي توقف او انقطاع مفاجئ للبرينتال نيوتريشن بروح بعطي ايش؟ بعطي 10% دكستروز سوليوشن بحيث انه نقلل احتمال اصابه المريض بالهايبو جلايسيميا.
طبعا هذا الهايبوغليسيميا بنلاقيها اخطر شيء ممكن يصير في اليانج انفنتس، في اللي هو الاطفال صغار السن. طيب شغله ثانيه، الهايبر ترايجليسرايديميا اللي هو ارتفاع الدهون الثلاثيه، هاي بنلاقيها ممكن تحصل عند المرضى المقارنه كريتيكال اي بيشنت اللي ما بيتحملوش كميات زياده او لارج اماونت اوف ليبيد ايمولشن اللي هي بنعطيها عن طريق المحلول. ممكن نقول انه المرضى اللي محتمل يصابوا بالهايبر ترايجليسرايديميا اللي في عندهم برضه لو سيفير انفكشن، في عندهم ليفر ديزيز، في عندهم كيدني فيلير هايبرجلايسيريميا، او الناس اللي هو بيستخدموا الاميون سبريسنس او الكورتيكوستيرويدز، هذول كلهم بيكونوا عرضه انهم يصابوا بالهايبر ترايجليسرايديميا. اذا البلاد ترايجليسرايد لقناها نوعا ما اكثر من 400 ميلي جرام او في بعض الاحيان اكثر من 500 ميلي جرام لكل ديسيليتر، يفترض ان الليبيد انفيوجن يقلل يخفض، او حتى ان انا اعمل له لوستوبك اوقف لو اعطاء الليبيد انفيوجن لهذا المريض. Another complication and serious complication عندي اللي هو الريفيدنج سندروم. ريفيدنج سندروم، نحكي شوي عن الريفيدنج سندروم. الناس اللي بيكون في عندهم سيفير مال نورشمنت، يعني في عندهم اللي هو سوء تغذية حاد جدا، ممكن يصير في عنده اللي هو الريفيدنج سندروم لما نقدم له اللي هو الفيدنج او بداية اللي هو الطعام او دخول الطعام، سواء كان بارنترالي او باي طريقة اخرى، سواء كان حتى الريتيوب او حتى الاورالي. فالريفيدنج سندروم هذا بيصير في عندي الكترولايت اند فلويد امبالانس، اضطراب في اللي هو السوائل وحتى اللي هو اضطراب في الالكترولايت، وبرضه ممكن يصير في عند المريض هايبرجليسيميا. ليش المشاكل هذه والتأثيرات هذه بتحدث؟ لأنه عملية اللي هو الدكستروز انفيوجن، دخول الدكستروز لمجرى الدم، بيؤدي إلى اللي هو ارتفاع حاد في مستويات الأنسولين. الأنسولين هنا بيعمل عندي أنابوليك بروسس، يعني بيزيد اللي هو من الأنابوليزم في جسم الإنسان. طيب الكويك أنابوليك بروسس اللي بتصير هان بتعمل عملية فوسفيت ديبليشن، أو بتروح بتسحب الفوسفات، بتسحب البوتاسيوم، بتسحب المغنيسيوم من مجرى الدم. هذا بيعمل عندي اللي هو اضطراب في الالكترولايت، وفي النهايه بتؤدي الى فلويد ريتينشن، احتباس للسوائل، ممكن تؤدي اللي هو تغير حاد او تغير خطير وقاتل في وظائف الجسم. طيب عشان هيك احنا في السيفير مال نورشت بيشنتس اللي انا بدي اعملهم عمليه فيدينج او بمعنى ري فيدينج، بدي اتجنب الريفيدينج سندروم عن طريق اعطاء اللي هو سلو انفيوجن، سلو parenteral infusion، يعني أبدأ باللي هو نص احتياجات المريض من السعرات الحرارية، أعملها slow infusion، وأعمل عملية اللي هو زيادة تدريجية لحد ما أوصل للجول اللي عندي. بنلاحظ إنه الريفيدنج سندروم ممكن يتطور خلال اللي هو أول أسبوعين من بداية البارنترال infusion. طبعا أكثر الناس اللي معرضين للإصابة بخطر الريفيدنج سندروم اللي بيكون في عندهم اللي هو سيفير او كرونيك مال نوتريشن، او حتى كان في عندهم اللي هو سيفير ويت لوس، يعني فقدان حاد جدا في الوزن. زي ما حكينا بدنا نحاول نمنعه او نتغلب عليه عن طريق اللي هو اعطاء نص السعرات الحراريه ببدايه بطيئه جدا، ومع اللي هو الزياده التدريجيه، مع ايضا اللي هو المراقبه الدوريه والدقيقة جدا لمستويات الالكترولايت في جسم الإنسان، وأيضا اللي هو مستويات الجلوكوز اللي هم عند المرضى اللي بياخذوا هذا النوع من النيوتريشن سبورت. بالنسبة للأبنورمال ليفر فانكشن أو الليفر ديزيز، طبعا الفاتي ليفر أو بنسميه احنا اللي هو تجمع الدهون على الكبد، في معظم الأحيان بينتج أو بيحصل نتيجة البارنترال نيوتريشن، لكن ممكن أنه أنا أعمل عملية اللي هو الكوركشن أو التصحيح لما لكن يعني ممكن يتغير او يعني يصير عندي ريفيرسبل اللي هو الفاتي ليفر لما احنا نتوقف عن طريق او نتوقف عن البارنترال انفيوجن. لكن في معظم الاحيان لما يكون في عندي لونج تيرم بارنترال نيوتريشن ممكن تؤدي الى كرونيك ريفيرسبل ليفر ديزيز، يعني ممكن تؤدي مشاكل في الكبد اللي عباره عن مزمنه او حتى ريفيرسبل، ممكن تؤدي في نهايه المطاف الى الليفر فيلير او فشل في الكبد. عشان قلل من هذا الريسك يفترض انه انا اتجنب اعطاء المريض اللي عندي اكسس انرجي، اتجنب اعطائه اللي هو زياده من السعرات الحراريه، اتجنب اعطائه زياده من الدكستروز او حتى من الدهون اللي ممكن تؤدي في النهايه الى تراكم او تجمع الدهون في
الكبد. طيب بالنسبة للجلول بادر ديزيزز، لما يتم إعطاء المريض بارنتري نيوتريشن لفترة زمنية أكثر من 4 أسابيع، بنلاحظ إنه العصارة الصفراوية في المرارة بيبدأ اللي هو زيادة في اللزوجة تبعتها، بيصير لها thickening، يعني بتصير لزجة وممكن تتكون أو تؤدي إلى تكون حصوات في المرارة. ليش؟ لأنه ما فيش في طعام بيدخل عن طريق القناة الهضمية، وبالتالي ما فيش في محفز لإفراز العصارة الصفراوية من المرارة، وبالتالي تراكم العصارة الصفراوية في المرارة نوعا ما تدريجيا بيصير في عندي اللي هو thick bile، ممكن تؤدي إلى sludges، ممكن تؤدي في النهاية إلى gallstones أو حصوات في المرارة. عشان نحاول نمنع قدر المستطاع اللي هو الجول بلادر ديزيز، حصوات المرارة، يفترض انه انا ابدا في الاورال فيدنج، تناول الطعام عن طريق الفم، قبل ما تتطور هاي المشكله. لكن المرضى اللي بيتطلب البارنترال نيوتريشن لهم فتره زمنيه طويله، ممكن ينعطوا على سبيل المثال بعض الانواع من الادويه زي اللي هو الكول سيستوكاينين. كول سيستوكاينين هو عباره عن انجكشن تحتوي على الهرمون اللي ممكن يحفز تفريغ العصاره الصفراويه عن طريق انقباض المراره، او بكل بساطه ممكن نلجا الى الجول برادر ريموفال اللي هو عباره عن استئصال المرار. Another complication is called metabolic bone disease. Metabolic bone disease هاي بنلاقيها عند long term parenteral nutrition. Long term parenteral nutrition ايش يعني metabolic bone disease؟ بنلاحظ انه عند المرضى اللي بياخذوا فترات زمنيه طويله من البارنتري نيوتريشن، انخفاض في البون دنسيتي، يعني كثافة العظم عندهم نلاقيها اللي هو lower bone density. هذا بيعزى إلى أكثر من سبب. أحد الأسباب إنه بيكون في عندي تغير في اللي هو الميتابوليزم تبع الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والصوديوم، يعني الميتابوليزم تبع هاي الإلكترولايت بيصير في عندي alteration. أيضا برضو بيعزى إلى إنه في عندي deficiency أو عدم اتزان في تناول اللي هو الفيتامين دي والكالسيوم والفوسفور، برضو هذا يعتبر سبب من الأسباب. الايدل انترفينشن او ممكن انا يعني بوسيبل انترفينشن اللي ممكن انا اعمله عشان اتجنب قدر المستطاع الميتابوليك بون ديزيز هو عباره عن ايش؟ هو عباره عن دايتري ادجستمنت، بارنتري نيوتريشن ادجستمنت. طبعا هذه الانترفينشن بيختلف اللي هو بشكل كبير جدا مع اختلاف المرضى، لكن ممكن انه انا اعمل دايتري ادجستمنت، ممكن اعطي اللي هو المريض النيوتريشن سبلمنت، ممكن اعطي اللي هو الادويه، وايضا انسحب الفيزيكال اكتيفيتي بحيث انه كل هذا نوعا ما بتحاول تزيد من اللي هو ترسيب الكالسيوم والفوسفور داخل العظم، وبتقلل من احتمال اصابته بالميتابوليك بون ديزيز. الان بالنسبه للنيوتريشن سبورت ات هوم، بعض الاشخاص ممكن يحتاج نيوتريشن سبورت سواء كانت طبعا باليوتيوب فيدنج او حتى البارنترال نيوتريشن بعد ما تستقر الحاله الصحيه تبعته، يعني بعد يعني ما يحتاجش اللي هو بقاء في المستشفى انيمور او لفتره زمنيه اضافيه. طبعا هدول بيرجعوا على البيت مع اللي هو بقاء النيوتريشن سبورت تبعه سواء كان انترال نيوتريشن او بارنترال نيوتريشن، بنسميه احنا الهوم انترال نيوتريشن. بالنسبه للهوم انترال نيوتريشن، الاشخاص اللي بيعانوا من بعض المشاكل اللي بتمنع من دخول الطعام للامعاء، او بيعانوا من مشاكل اللي بتتداخل مع امتصاص الطعام، هذول هم اللي بيكونوا مرشحين للهوم انترال نيوتريشن. زي مين؟ زي الناس اللي في عندهم هيد اند نيك كانسر، سرطان بي اللي هو الراس او حتى بالرقبه، يعني فيش عنده مشكله في عنده مشكله في الابتلاع، سيفير ديسفاجيا مشكله في اللي هو ابتلاع الطعام، جاستريك اوتليت او جاستريك اوبستراكشن، هذول في عندهم مشاكل بتمنع وصول الطعام للامعاء، فبالتالي هذول بيكون في عنده اللي هو ايش؟ يعني كانديديت فور هوم انترال نيوتريشن، يعني بيتطلب انه ياخذ الانترال نيوتريشن للبيت، ما بيتطلب دخول المستشفى لانه هاي بتحتاج اللي هو فتره زمنيه طويله، يعني لونج تيرم نيوتريشن كير، لانه الحاله اللي عنده المرضي هي عباره عن كرونيك ميديكال كونديشن. بالمقابل في عندي هوم بارنترال نيوتريشن، يعني التغذيه الوالديه لكن منزليه. طبعا مين الكانديديت عندي هان؟ اللي هم عباره عن ايش؟ الاشخاص اللي بيكون في عنده ديس اوردرز بتمنع بشكل حاد اللي هو النيوترينت ابزوربشن،
او اللي هو بتتعارض او بتمنع اللي هو نورمال انتستينال موتيليتي، الحركه الطبيعيه للامعاء. لاحظوا انه قلنا عندي الانترال نيوتريشن، هذا الشخص اللي في عنده مشكله من وصول الطعام للامعاء، لكن البارنتال نيوتريشن هذا بيكون في عنده مشكله في الامتصاص وايضا في حركه الامعاء. زي مين؟ زي ما حكينا الشخص اللي تمت ازاله جزء كبير من الامعاء، شورت باول سيندروم، او في عنده مشاكل في الامعاء سواء كانت انفلاماتوري باول ديزيز او حتى في عنده انسدادات في الامعاء، هذا بيتطلب انه ياخذ الهوم بارنتال نيوتريشن لانه هذا عباره عن لونج تيرم كونديشن. طيب بالنسبه للنيوتريشن سبورت ات هوم برضه يعني كيف عمليه البلاننج فور هوم نيوتريشن كير هنا بتختلف عندي سواء كان اللي هو الانترال او البارنتال نيوتريشن. بالنسبه للهوم انترال نيوتريشن هان ممكن يكون عن طريق الوصول للجي اي تي، يا اما عن طريق اللي هو النيزل تيوب او حتى عن طريق الانترستوم زي ما حكينا في الانواع. في بعض الاحيان ممكن الشخص يتعلم انه هو يضع النيزو جاستريك تيوب اللي هو الانبوب اللي عن طريق الانف يوصل للمعده، وبالتالي هذا يعني بيزيد من الاكسبتنس تبع التريتمنت، بيزيد من استجابته او قبول للعلاج بشكل اساسي. في بعض الاحيان ممكن نعطيها عن طريق اللي هو الانتيروستومي، وخاصه اللي هو الجاستروستومي اللي هو اعطائه عن طريق اللي هو الثقب يدخل للمعده. في بعض الاحيان ممكن نعطيه اللي هو الجوجنوستومي، يعني تيوب يدخل اللي هو في الامعاء بشكل مباشر. وهذا بنلاقيه برضه مع الاطفال الاكتيف تشيلدرن، يعني ممكن اللي هو يعني بنلاقيه بيفضل الجاستروستومي لانه بتتيح له انه يمارس حياته نوعا ما بشكل طبيعي قدر المستطاع. طيب بالنسبه للادمنستريشن ميثود زي ما حكينا ممكن اللي هو زي ما حكينا نيزو جاستريك اور انتيروستومي، ممكن احنا نختار فورمولا معينه عن طريق اللي هو في الانترال نيوتريشن ذا تشويس اوف فورمولا، اختيار اللي هو الفورمولا تبعتنا في المنزل في البيت. طبعا هذا بيتاثر بشكل اساسي ب اللي هو الكوست اند افيلابيلتي، بالسعر وايضا مدى توفر هذه الفورمولا اللي موجوده عندي في المنزل. طيب بالنسبه للهوم بارنترال نيوتريشن، البريفرال بارنترال نيوتريشن اند توتال بارنترال نيوتريشن هذه ممكن برضه نعطيها في البيت، لكن لما نتكلم عن اللونج تيرم ثيرابي طبعا هذه يفضل انه احنا نعطي المريض اللي هو التغذيه الورديه عن طريق السنترال فين اللي هي التوتال بارنترال نيوتريشن. في البارنترال سوليوشن هان بنلاقيها نوعا ما اصعب شويه من الانترال نيوتريشن، لان هذه يفترض انها تكون سترايل. ايش يعني سترايل؟ يفترض انها تكون ايش؟ معقمه، لان انا بتعامل هان مع الوريد بشكل مباشر. يفترض برضه اللي هو اعطاها يكون عن طريق اللي هو الاسيبتيك تكنيكس، يعني اعطاها بطريقه معقمه ما فيش امكانيه لحدوث اي تلوث، بحيث انه ما يكونش في عندي امكانيه انه انا اعمل انفكشن عند المريض. بعض المشاكل اللي احنا ممكن او المريض ممكن يواجهها في نيوتريشن سبورت ات هوم اللي هو عباره عن كواليتي اوف لايف ايشوز. طبعا لما نلاحظ انه المريض هذا بده ياخذ لايف لونج او لونج تيرم نيوتريشن سبورت ات هوم، بده يتغير اللي هو اللايف ستايل تبعته، وبالتالي بده يضطر يعمل لايف ستايل ادجستمنت. ممكن يعاني المريض هذا من فيزيكال ديفيكولتيز، يعني مثلا المريض اللي بياخذ نكتورنال فيدنج بياخذ اللي هو التغذيه هذه بالمساء، هذه بنلاقيها ممكن يعاني من اضطرابات في النوم بشكل اساسي. ممكن اللي عند المريض هذا من سوشيال ايشوز، مشاكل اجتماعيه، يعني ما يقدرش يتناول اللي هو الوجبات مع الاصدقاء مع العائله، برضه هذا بيؤثر في نفسيه المريض. عشان هيك بنلاحظ انه المرضى هذول بيتمتعوا ممكن يكون في لهم اللي هو سبورت جروبس، مجموعات دعم بحيث انه يتم مناقشه فيها المشاكل، طرح افكار او رؤى جديده بحيث انه يتغلبوا على تغير في نمط الحياه اللي هم معتادين عليه. في بعض الاحيان ممكن يكون في لهم كونسلنج او مشورات تقدم من مراكز معينه او فئات معينه بحيث انه تساعدهم على تخطي هذه المشكله وهذا العائق اللي هم فيه.